طب امتى تامر فرج بيقفل من الشخص؟ يعني اللي هو بقى انت كده جبت النهاية معاه. الغبي، الشخص الغبي، الشخص اللي هو يعني ما انا افهمه ازاي، ما انا يعني هفضل انا احرق في دمي وافضل دايما عارف ان هو في الاخر هو حبيبي غبي، هو ما فيش. ف دي حاجه ما يعني ببقى خلاص بقى يعني مش عايز اعرف، بس ايه، مش قافله بمعنى قافله، بس اللي هو بتجنبه بقى. لكن القافله بقى ان هو لا، انا انسان مش عايز اعرفه تاني، اللي يجي على كرامتي، اللي يجي على كرامتي او كرامه مراتي او كرامه ابني، فاهمه؟ وممكن كمان يعني حد يجي على كرامتي واتسامح فيها، لكن حد يجي على كرامه مراتي او يجي على كرامه ولادي او ابويا وامي، لا، ده دي بقى صعب. في أزمة بينك طبعا وبين الفنانة لوسي، يعني مسرحية الحفيد، اه، ممكن تتصالحوا في يوم من الأيام؟ انا بالنسبه لي انا متصالح، يعني انا مش حاسس انه في اي مشكله، ولو شفتها يعني في اي ملتقى، يعني ست الكل يعني فوق راسنا كلنا طبعا، يعني لان هي برضو ايا كان الخلافات واردة في اي عمل، لكن ما حدش يقدر يتناسى برضو انه الفنانة لوسي يعني قيمة برضو، وست ادت من عمرها للفن يعني، واحنا كلنا كنا بنتفرج عليها، و فيعني عيب قوي يعني ان احنا نقف في حاجات صغيرة بتمشي. في كمان الأزمة اللي ما بينكم دي، يعني ايه التطورات اللي فيها؟ يعني كانت وصلت للقضاء وحاجات كده، ف لا دي مش، لانه اللي وصل للقضاء مش حاجة ما بيني وبين الفنانة لوسي خالص، يعني انا شخصيا يعني ما فيش بيننا وبين بعض خلاف دايركت حصل، هو الخلاف او يعني هو حصل خلاف طبعا دايركت بيني وبينها، بس كان ما بيننا ملموم في أسرة المسرحية، ما طلعش بره، لكن اللي طلع بره هو خلاف ما بينها وبين اعضاء الفرقة، فهو ده اللي وصل للقضاء، ووصل للقضاء مش علشان يعني ضغينة او حاجة وحشة، هو طبيعي جدا بطبيعة المسرح القومي بما انه مسرح دولة، فالفنانين اللي شغالين عليه هم موظفين في الدولة، فلما تيجي فنانة من بره الفنانة لوسي وتقدم شكوى فيهم، طبيعي انه ده يتحول على النيابة الإدارية، فدي يعني دي حاجات عادية روتينية. روتينية عادية جدا يعني، فتحول الموضوع للنيابة الإدارية وتحقق فيه، وكانت الفكرة المشكلة ما بينهم يعني في كده. أنا اللي حصل كله إن أنا بس يعني إيه، اتحمقت بس للحق، للي شفته حق، وللشباب الصغيرين اللي يمكن صوتهم ما كانش هينفع يوصل إلا عن طريق